منع مشجعين مغاربة من إدخال العالم الأمازيغي للملعب. توم بريز سلام الله عليكم. تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور يوثق منع قوات الأمن القطرية بعض مشجعين منتخب الوطن المغربي من إدخال العلم الأمازيغي إلى ملعب البيت. ويعود الفيديو المصور اليوم الأربعاء الماضي وتحديدا خلال المباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي بنظيره الكرواتي، طالبت عناصر الأمن بمدخل الملعب المشجعين الحاملين للعلم الأمازيغي بتركه خارجا قبل الدخول للملعب. ياتي منع عناصر الامن المشجعين من ادخال العلم الامازيغي بسبب خلطها بين الوان هذا العلم وبين علم المثليه الممنوعه في المونديال. هذا وقد حاول المشجعون وفقا للفيديو المتداول اقناع رجال الامن بان العلم الذي يحملونه يجسد الثقافه الامازيغيه بيد انه لم يسمح لهم بادخاله بين الملعب. اش وقع حمزه؟ وقع علاش؟ علاش ما يدخلش الامازيغ؟ علاش الاخوان راح يدوا لنا الدرابو ديال الامازيغ؟ ولا حيد لنا ديال الامازيغ ديالنا. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.